بما انه نحن بشهر الحب وانا لابسه احمر اليوم، خطر لي انه اطبخ وصفات بحبها وشاركها مع ناس كتير غاليين على قلبي. الوصفه الاولى لازم تكون لاغلى شخص بحياتي طبعا، اللي هي ماما. واليوم اخترت اطبخ رز وفول لانه ماما كانت تطبخ لنا اياها وكتير كانت تطلع طيبه لانه بتعملها بكل حب. كتير متحمسة لوصفة اليوم لأني مو بس بحبها ومثل ما خبرتكم بتعني لي كتير. هلا رح أورجيكم شو المكونات، كتير بسيطة. أكيد في عنا فول، لحمة مفرومة، وكمان رز، وهون في عندي لوز، وأكيد زيت، وطبعا معجون الطهي من ماجي اللي فيه بصل مقلي وسبع بهارات بنكهتها الطبيعية. يعني بصراحة ميكس البصل المقلي مع السبع بهارات رح يعطي طعم كتير مميز. وهلا رح أبلش أكيد بتقلية اللحمة. رح أحط الزيت وبعدين رح أحط اللحمة المفرومة. هلا اللحمه صارت جاهزه اني اضيف لها معجون الطهي من ماجي، ومثل ما خبرتكم رح اضيف 3 معالق. في شغلتين كتير حلوين بمعجون الطهي من ماجي. الاولى انه بتغنينا عن مرحله التقطيع والقلي او الطبخ اللي اكيد ما بتحبوها، وتاني شيء كمان انه فيه قيمه غذائيه لانه خالي 100% من المواد الحافظه والنكهات والملونات الصناعيه اللي اكيد ما بدنا اياها لصحتنا. وهلا بعد ما حسيت انه اللحمه تشربت معجون الطهي من ماجي، صار فيني اضيف الفول. وهلأ منغطيها لمدة 2 دقيقة قبل ما أضيف عليها الرز والمي. يا سلام، صار فيه أضيف المي وبعدين رح نسقط الرز. وهلأ رح أسكر عليها واستناها من 10 ل 12 دقيقة. طبعاً الحلو كمان بمعجون ماجي إنه بيلبق مع كتير وصفات مثل إدام، صيادية، مقلوبة، لحم ولحم مفروم. مرق تقريباً 12 دقيقة، خليني أشوف. الله، الريحة بتجنن. يا سلام، هلأ صار فيه أسكبها. هيك بيكون الطبق صار جاهز، بس أكيد مو قبل ما أضيف عليه بعض اللمسات. رح أحط اللوز اللي كنت محضرته، وكالعادة صار لازم ذوق. وإجت اللحظة يلي أنا عطول بتحمس لها. صراحة رهيبة والطعم بجنن. جربوها أنتو كمان وأنا متأكدة رح تحبوها. وصحة وهنا.